Ciò è detto Popotalia. Tabia? أنا جمانة عماد، صحفية من قطاع غزة، أم وحامل في الشهر التاسع، والمقرر إني أولد خلال هاليومين، وتيجي طبعا طفلتي الثانية بحب وسلام وأمن، ولكن شكله رح تيجي بدمار. أكتر إشي بخاف منه هي الأفكار اللي بتجيني قبل النوم كل ليلة، إنه ممكن نصحى وما نكون أحياء، اللي هو يعني ما نصحى أصلاً. طبعا احنا طلعنا من البيت، رحت على بيت تاني، وهي الاغراض اللي قدرت اخدها، الشنطة الصغيرة هذه وبس، هدول. وعليكم السلام. يلا عمو. الو، مرحبا علي، انا اسمي داليا حيدر، انا صحفية من بي بي سي، زميلتها لجمانة. اهلا فيك، انا بس عم بحكي لاطمن على جمانة، لانه قالت لي انه رايحة تولد، وشوي انشغل بالي لاني شفت التحذيرات. ولدت ان شاء الله، الف مبروك. آخر يوم مر علي ما كانش منيح بصراحة، لأنه كان زي طلوع الروح أو إنها تضلها، لأنه حرفيا أنا طلعت وأنا بتشاهد، وإحنا هناك صار قصف لدار جنب المستشفى، والصوت كان كتير كتير مرعب، لدرجة فكرنا إنه القصف للمستشفى نفسه، وفجأة في ثواني المستشفى انقلب حالها، وكله صار شهداء وإصابات و صراخ من هان وصراخ من هناك، طبعا غير وجع الولادة مع القصف. هذا الاشي ما خلانيش افكر غير اني اجيب بنتي بأي ظرف كان. هاي يا اخوي، الو. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. بصيها تحبيها؟ جبتيها؟ جبتها. الحمد لله، بعد عناء وطول انتظار عائلتي كبرت، وصار عندي تاليا وتولين، وان شاء الله ربنا يحفظهم ونعيش بخير وسلام وبعيد عن الحروب والدمار، وبتمنى لهم مستقبل حلو زيهم يا رب.